لكل الكلمات في هذا العالم معنى، بعضها يحمل قيمة أكبر من الآخر، إلا أن هذه الكلمات لا تقدر بثمن. إنها تحكي قصتنا، طريقنا، وغايتنا. إنها ليست كلمات تروى فحسب، بل أمانة حملنا ثقالها، بذلنا من أجلها كل ما نستطيع، ذاكرتنا، أعمارنا، قلوبنا. كتبناها على الشجر، نقشناها على الحجر، حفرناها في القلوب، لتبقى هذه الكلمات أصيلة، نقية، تؤتي أكلها كل حين. شهدت لنا كل تلك الأوراق والأقلام، كل الأماكن والبقاع، وكل الصباحات ولحظات الغروب. تبدلت الأوراق، تغيرت الأقلام، لكن وحي الكلمات لم يتغير. عبرنا البحار والجبال ورمال الصحراء، حفظناها بأمر منزلها من كل تبديل. مضينا، يملأنا ويدفعنا النور، لنحملها إلى أصقاع الأرض. هي مهمتنا الأولى، إرثنا العظيم وكنزنا الثمين. جمعت كل تلك المخطوطات من شتى البلاد، صنفت، حققت، ووثقت بإخلاص نوايا أناس كرسوا حياتهم للكلمة الحق. جهود امتدت عبر مئات السنين، جيل يكمل عمل من سبقه، كبحر تمده من بعده الأبحر. ومع ظهور أدوات جديدة وتقنيات مستحدثة، بدأنا باستنساخ أصل تلك المخطوطات بصدق وعناية وحب. عنا ذلك انتشارا أكبر للرسالة، حتى استطعنا اليوم أن نصل إليها من أي مكان في هذا العالم. إلا أننا لا ننسى أبدا من أين أتت تلك الكلمات، ولن ننسى جهود أولئك الذين أفنوا أعمارهم في نقلها إلينا، فما زالت آثارهم حية بيننا إلى الآن. ها نحن اليوم نكمل ما بدأه الأولون، وحمل همه التابعون. نسخر كل طاقاتنا، ونوظف كل إمكانياتنا الفنية والتقنية للحفاظ على هذا الإرث العظيم، لنروي للعالم قصة تحكي مجدنا وتصوغ هويتنا. إننا نقوم بذلك كله من أجل الإنسانية، ومن أجل البشرية جمعاء، ولأنها رسالة تخصنا جميعا. اليوم نكمل المسيرة بالتعليم كما عرفناه منذ مئات السنين، ولكن هذه المرة باستخدام أدوات لم تكن متاحة من قبل، حتى نصل إلى أناس لم نصل إليهم من قبل.
لم تعد المسافات عائقا بيننا. لقد فتحنا للناس من جميع أنحاء العالم أبوابا جديدة ليروا ما لم يروه من قبل. إن آيات الرسالة محفورة في التاريخ، تشعرك بجلال وحيها عند وقوفك في أروقة المكان. آيات تسافر بك إلى غابر التاريخ، تنطق بكلمات الخالق عز وجل. الوحي كان بدايتنا، وبه سنبقى مهتدين. نحن الأوصياء على الرسالة، وسنبقى نحملها إلى العالم لننير الأرض بكلام السماء.